مرحبا شباب، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم راح نحكي على واحد من اقدم الهرمونات، واحد من اكثر الهرمونات مبيعا بالعالم. قبل ما افوت موضوع الهرمون، ليش بدي احكي موضوع الهرمون؟ اللي ما متابعني على الانستغرام خليه يتابعني. انا حكيت قصه شاب عمره 16 سنه، المدرب مالته دا ينطي داينابل بوحده، يعني هو شاب بعده، يعني اصلا هرموناته ما منتظمه، هرموناته ما تشتغل بشكل صحيح، والمدرب مالته دا ينطي هرمون خارجي ودا يخربط له هرمونات الزايد. فلهذا السبب انا اللي حاحكي شيء علمي، يعني اللي حاحكي شيء علمي، ما احكي بجراء ولا احكي بطريقه استخدام، اذا انصح الناس يعني هنا احنا يجي دورنا نصحح الشيء الغلط. وحاوف لك هاني هالمقدمه وعرفت لك اياها بالبدايه، ما اعرف انا حخليها على مود تحملوها الناس اللي متابعتنا تحملوها، لان اكو ناس جدد ما يعرفون انا منو ويقول لك تعالى اساس تحكي بهذا الموضوع، خلينا نقول ثقه بيني وبين اللي يشوف الفيديو. طبعا اللي ما يعرف، احنا شلنا بشقه جديده، فأثناء النقل تطلع لك شغلات دعافيس قديمة. واحدة من الدعافيس اللي طلعت لي دفتر مال بحوث مالتي مسوي قبل سنتين، حاط لك فيه مسوي بحث على كل هرمون خاصة بالتفصيل. أنا مثلا التستوستيرون، هنا أنواع التستوستيرون مثلا، كل حياة فعالة مالته، أنت مالك بالخط، الخط مسماري أدري بيه، السستانون، عندك الكادروبالين مثلا، اسم العلمي ناندرنون، ليكونيت مثلا، اضراره ما اضراره، شو طلع هذا الهرمون، الاستخدام الطبي مالته، بالبولدنون، بعد يعني هواية كل الهرمونات، الوينسرول، السنازول، الدانابول، الاندرول، ماسترون، هرمون مفصلهن. فمن الابحاث مالته راح احكي لك. فموضوعنا اليوم احنا على الداينابول، دانابول او ديانابول، سمي اللي تسمي، الاسم العلمي داخل هذا العلاج اسمه ميثان ديونر. الانابوليك مالته من 90 ل 210، شنو انابوليك؟ البناء. والاندروجينيك مالته من 40 الى 60، شنو اندروجينيك؟ ذكوره. خلينا نجي على شيء اسمه الحياه الفعاله. الحياه الفعاله مال هذا الهرمون من 4 الى 6 ساعات. شنو حياه فعاله؟ اللي ما شاف الفيديو مال هرمون التستوستيرون خليه يرجع يشوفه. الحياة الفعالة يعني حياة الهرمون، شو وقت يبدي يدخل بالدم، شو وقت تصعد، شو وقت يبدي ينزل، شو وقت يطلع، شنو تفيد نهاية؟ تفيد نهاية بالجرعة الثانية، على مود تخلي مستوى الهرمون ثابت بالدم طول فترة الاستخدام. بعد ما حكينا حياة فعالة، أنا ذكرت على الانستغرام على الستوري مالتي إنه الداينابول أخطر من البريمو، الداينابول أخطر من البولدانون، أخطر من الدكة، أخطر من التستوستيرون بكل أنواع. ليش أخطر؟ اللي دارس طب واللي دارس صيدلة يعرف انه اكو فصيل من الادوية تنتمي لشيء اسمه C17 alkylated. هذا الفصيل من الادوية يمر على الكبد اكثر من مرة، على مود الكبد يكسره ويدخله بمجرى الدم. شنو حيصير اذا مر على الكبد اكثر من مرة؟ طبعا حيصير عندك ارتفاع بانزيمات الكبد اللي هي ALT AST، احتمال يصير عندك امراض مزمنة بالكبد او يصير عندك تلف بقى انت وحظك وانت وجينات. هاي الشغلة الوحيدة اللي قلت لك انه هي اخطر من البريمو، اخطر من البولدنون، واخطر من الدكة، او اخطر من التستوستيرون، لان الداينابول والاندرول مثلا والمنسترول والترامبولون ينتمون الفصيل من الادوية يسموه C17 alkylated. هذا اول سبب. بعد ما اعطيتك السبب انه ليش اخطر من هذه الهرمونات، خلينا نشوف هذا الهرمون ايش وقت سوى. هذا الهرمون تم تصنيعه سنة 1955، سنة 1956 اول من استخدم هذا الهرمون هم الروس، لاعبين القوة البدنية استخدموا. سنة 1958 انطرح بالصيدليات الغرض علاج، حسب ما اتذكر، الناس اللي تعاني من فقر الدم ومن هشاشه العظام. سنه 1960 الناس قامت تستخدمه بالهبل، يعني هواي ناس قامت تستخدم، الرياضيين اقصد، قام يستخدموه بشكل كلش كبير. بذاك الوقت منظمه FDA، المنظمه الامريكيه لمراقبه الغذاء والدواء، ارادت تقرير من الصيدلية اللي صنعت هذا العلاج، ودتنتج ليش انت دتنتجين هذا العلاج وليش تصنعيه، شنو الاعراض مالته ولاي سبب. سنه 1985 الاف دي اي قررت تلغي، تسحب هذا العلاج من كل الصيدليات ومنعه بامريكا. بس بعد اكو دول تصنع هذا العلاج
بأوروبا. بعد ما عرفنا هسه شو وقت صنعوا هذا الهرمون، ليش صنعوا، وشنو استخدامه الطبي، خلي نجي على فوائد هذا الهرمون، او خلي نجي على ضرره قبل فوائد. انا مدحت يقول لك انت تروج لاستخدام الهرمون، اكو شباب صار. راح اخلي لك اضرار القدام. اضرار هذا الهرمون، اول شيء اقماع انتاج هرمون التستوستيرون الطبيعي. انت عندك تستوستيرون حر بجسمك طبيعي، اول ما تدخل الاستيرويد بجسمك راح تسوي اقماع انتاج هرمون التستوستيرون طبيعي. اثنين قلنا ضار على الكبد، ثقيل على الكبد. ثلاثة الداينابول يسوي تثدي. أربعة احتباس سوائل. خمسة ضغط الدم. ستة حال أي هرمون يرفع الكوليسترول الضار وينزل الكوليسترول النافع. واللي كانوا منتظرين أحكي فوائد الهرمون، صراحة كنت مقرر أحكي بس غيرت رأيي. ليش غيرت رأيي؟ احتمال أكو شاب صغير عمره 15-16 سنة يسمع فوائد هذا الشيء ويروح قبل ياخذه. قلنا هذا الدانابول موجود بكل دوله واي شخص يقدر ياخذه. انا من هذا الباب لا بدي احكي بزرع ولا احكي بطريقه استخدام. احنا قلنا شغلاتنا نجي نصحح الخطا اللي يصير ونوعي الناس لتعرفون هاي اللعبه بالعراق لعبه مظلومه، ما عندنا كل ثقافه بيها، ثقافتنا صفر. هذا هسه اريد اطلع الرسائل اللي توصلني للناس. واحد ياخذ 10 حبات باليوم، اللي عنده تثدي صاير، واللي صار بالكبد ما تبي شيء، والهرمونات متخربطه، و يعني ماخذين هاي اللعبة عبارة عن هرمون هرمون هرمون. ينسون انه هاي اللعبة من اساسيات هاي اللعبة اللي هي التدريب والتغذية الصحيحة والراحة. والتدريب باساليب هواية، والتغذية باساليب هواية، وحتى الراحة بها اساليب هواية. بعدين يجي على المكملات والهرمون، يعني دورها 20% بهاي اللعبة لا اكثر، بس الناس منطتها اكثر من حجمها الصراحة. واللي يقول لك انه هاي اللعبة لعبة هرمون، قول له انت ما تفتهم، وانت اصلا بعيد على هاي اللعبة. اتمنى اعجبكم الفيديو، واذا اعجبكم الفيديو حطوا لي لايك، ولا تنسون تشتركون بقناتي وقفوا لي كومنت. تحياتي.